السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعمل تطبيق على الحاجات اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تحط تيكس او نص على الصوره، وازاي تستخدم التراك بار وتحطه برضك على الصوره. فان شاء الله النهارده هنعمل تطبيق على ده، حاجه شبه الفيس ريكوجنيشن كده، بس احنا اللي بنحرك المستطيل وبنتعرف على يعني الوش بنفسنا. هو يعني حاجه برضك يعني ايه، بحيث احنا نطبق كده ان شاء الله. وفي الفيديوهات اللي قدام ان شاء الله برضك هنتكلم بقى بالتفصيل عن فيس ريكوجنيشن الحقيقي بقى، فعلا ازاي تعمل فيس ريكوجنيشن بنفسك، تمام؟ فان شاء الله برضك الفيديو مش هفصل فيه قوي، فيا ريت لو انت مش فاهم اي حاجه ترجع الفيديو اللي فات ان شاء الله هتلاقي موضح كل حاجه، تمام؟ فيلا بينا. تمام يا شباب، فدي شكل ان شاء الله شكل البرنامج بعد ما نخلص. فهو الفكره ان عندنا هنا مربع اللي هو التراك بار الاولاني ده بيتحكم في في حجم المربع اللي عندك، يعني طول الضلع بتاع المربع قد ايه، والتراك بار اللي تحت ده بيتحكم في يعني ايه المسافه الافقيه اللي هيتحركها المربع من النقطه ديت نقطه المركز، ماشي؟ والفيرتيكال بيتحكم طبعا في المسافه العموديه اللي هو بيتحركها، تمام؟ طبعا كل دي بالنسبه للنقطه ديت، تمام؟ طيب بعد كده احنا هنحاول ان هو نخليه على الوش على قد ما نقدر، تمام؟ بعد ما نخلص ده كله بتتك مثلا اسكيب كي، تك اسكيب، فبتلاقي الاسم ظاهر كده قدامه، الخوارزم والكلام ده كله. فدي الفكره اللي احنا عايزين نعملها ان شاء الله، واحاول اشرحها لكم بتفصيل ان شاء الله، تمام؟ فاول حاجه احنا طبعا لما جينا اول حاجه احنا هنعمل مين، هنعمل ويندو نيم، تمام؟ شباب ما اتكلمنا المره اللي فاتت الويندو اسمها ذا ايمج، تمام؟ فهي اللي ظاهره هنا اهي. وبعدين بعد كده هنعمل ثلاثه تراك بار، تراك بار عشان طول الضلع بتاع السكوير المربع يعني، وتراك بار عشان المسافه الافقيه اللي هو هيتحركها، وتراك بار عشان المسافه العموديه اللي هو هيتحركها، تمام؟ فده كله موجودين هنا، ده ثلاثه تراك بار، تمام؟ وبعد كده احنا خدنا قيمه في هنادي على ميثود اسمها ديتكت فيس. ديتكت فيس معناه يحدد الوجه في الصوره، اول ما المربع يحدد الوجه ناخد النقطه اللي على الشمال فوق، عايزين ناخد الاحداثيات بتاعتها، وناخد كمان ضلع المربع، طول ضلع المربع قد ايه، تمام؟ فديت الميثود اللي هتعمل كده. طب ديتكت فيس دي بتعمل ايه؟ ديتكت فيس ديت بتيجي تاخد مين كل شويه برضك وايل ترو، بتاخد كل شويه القيم بتاعت مين، بتاعت التراك بار بتاع السكوير والتراك بار بتاع الهوريزونتال والفيرتيكال، تمام؟ وبعد كده بنعمل طبعا كوبي والكلام ده كله. فاول بقى ايه، اول ما المستخدم مثلا يكون راضي عن المربع ده او عن ان هو خلاص هو ده اللي بيحدد الوجه، خلاص يتك سكيب كي، تمام؟ فبعد كده اول ما يتك سكيب كي هنطلع من الفانكشن ديت، ماشي؟ وهترجع لك مين، هترجع لك الهوريزونتال ديستانس والفيرتيكال ديستانس والسكوير لينس، تمام؟ فده كله بقى دي هترجعه لك. فديت احنا ان شاء الله نستخدمه في الفانكشن اللي بعدها. طبعا بعد كده بقى ايه، هو احنا قلنا في تراك بار اقل قيمه فيه بتبقى صفر، تمام؟ فما ينفعش يبقى فيه مستطيل بقيمته بصفر او مربع طول ضلعه صفر، تمام؟ فاحنا كل ده يعني هنعرض المربع امتى؟ هنعرض المربع لو كان طول الضلع بتاع المربع اكبر من الصفر، فنبدا نعرض المربع بتاعنا، تمام؟ فالمربع هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كوبي وهورزونتال ديستانس وفيرتيكال ديستانس عادي، تمام؟ وبعد كده هورزونتال ديستانس زائد السكوير لينس، تمام؟ وفيرتيكال ديستانس زائد السكوير لينس، وبعد كده دي الجرين ودي الثلاثه عادل كل حاجه، تمام؟ فالفكره ان انت هتستخدم هوريزونتال ديستانس وبعد كده مين طول ضلع المربع، وبعد كده فيرتيكال ديستانس وطول ضلع المربع، تمام؟ عشان تقدر ترسم المربع بس، تمام؟ وبعد كده هنعرض الصوره عادي. طب بعدين كده بعد لما الميثود دي تخلص واحنا نطلع من الصوره، فهي هترجع لنا المفروض هوريزونتال ديستانس والفيرتيكال ديستانس بتاع النقطه اللي فوق على الشمال خالص، تمام؟ اللي هي راس المربع فوق على الشمال، وبعد كده السكوير لينس، السكوير لينس اللي هو طول ضلع المربع، تمام؟ طب بعد كده بقى هنرسم مستطيل، ماشي؟ المستطيل نفس الكلام برضك، يعني ايه بس هيطلع مربع برضك، نفس المربع برضك هنرسمه على الصورة. طب ليه؟ عشان احنا نستخدم ميثود تانية. احنا أول ما طلعنا من البرنامج لما الديتكت فيس دي هتطلع امتى أو ترجع لنا قيمة امتى؟ لما اطلع من البرنامج، وبالتالي الويندو اللي عندي اتقفلت خلاص، فأنا عايز أعرض ويندو جديدة بقى، ماشي؟ فيها المربع اللي احنا حددناه، وفيها كمان فوق المربع ده في الكلمة اللي بتحدد اسم الشخص. وبعد كده بقى ريكوجنايز فيس ديت اللي هتبدا تظهر اسم الشخص فوق المربع ده، تمام؟ فريكوجنايز فيس دي بتاخد حاجتين اتنين، اول حاجه بتاخد الاسم اللي انت عايز تظهره، تاني حاجه الستارت او المين او النقطه اللي فوق على الشمال. بس احنا بقى يعني اول حاجه ريكوجنايز فيس اهي هتاخد الاسم، تمام؟ اول حاجه الويتس ديت هيبقى بكام؟ يعني دي معناه ايه؟ معناه العرض بتاع المستطيل اللي انت عايز تعرض فيه الكلام قد ايه. فطبعا عرض الكلام يعني ايه هيبقى له علاقه بعرض الكلمه ذات نفسها او بطول الكلمه. فاحنا هنستخدم مين؟ هنستخدم لينس، ماشي؟ الفانكشن لينس، وبعد كده نيم
هتدينا اللينس كام حرف موجود فيها وبعد كده هنضربها في 19. الرقم ده صراحة انا جبته يعني ايه بالتجربة كده، يعني فضلت اجرب كام رقم وطلع دي يعني انسب حاجة بالنسبة لي، فانت جرب برضك وشوف انت حابب ايه. تمام. تاني حاجة الهايت دي برضك ارتفاع المستطيل اللي هيظهر قد ايه، فانا اخترت 40 برضك نفس الكلام بالتجربة برضك. تمام. وبعد كده هنبدأ بقى نرسم مين، هنبدأ نرسم المستطيل فين ايه انهي واحد في المستطيل، المستطيل اللي هو بيحدد الصورة دي اللي هو المستطيل اللي عامل له فيل ده اللي هو باللون الاخضر. تمام. المستطيل اللي هو يعني مليان باللون. تمام. دي المستطيل اللي احنا نظهره. فالمستطيل طبعا هاخد الايمج وبعد كده مين، بعد كده هنديله الستارت. طبعا احنا عايزين اللي هو لما انا اديت له الستارت هنا، الستارت هنا لو لاحظت هتديله هوريزونتال ديستانس وفيرتيكال ديستانس، يعني هتديله النقطة اللي موجودة هنا، يعني ايه النقطة اللي فوق على الشمال للمستطيل الفاضي، مش المستطيل المليان، لا المستطيل الفاضي، يعني هتديله راس المستطيل فوق على الشمال للمستطيل الفاضي. طب انا مش عايزها ديت، انا عايز النقطة فوق على الشمال للمستطيل المليان. فبالتالي لو احنا جينا بصينا هنا هتلاقي ان راس المستطيل المليان يعني ايه هي على نفس البعد الافقي من المستطيل الفاضي. تمام. يعني خلينا نقول ان المستطيل المليان دي مستطيل الكلام، والمستطيل الفاضي دي المستطيل بتاع الوش. تمام. فالمستطيل بتاع الكلام ده هتلاقيه على نفس البعد الافقي المستطيل بتاع الوش. تمام. وبعد كده انما الفرق ما بينهم بس في الارتفاع، فعشان كده احنا لما جينا جبنا هنا الصوره قلنا له ايه، عملنا البدايه بتاعته نفس البعد الافقي بتاعه. تمام. اللي هو ستارت صفر نفس البعد الافقي. تمام. وبعد كده ستارت واحد ناقص هايت، ستارت واحد ناقص هايت ليه؟ احنا واقفين هنا. طب هتبقى فين؟ يعني احنا من هنا مشينا المسافه دي كده. تمام. عايزين بقى نوصل للمسافه دي. تمام. فهو النقطه اللي معانا المعطيات اللي معانا هتوصلنا للقيمه ديت، فانا عايز اطلع عرض ارتفاع المستطيل ده، فهقول له ستارت واحد ناقص هايت، هتطلعك ارتفاع المستطيل ده. تمام. وبعد كده بعد كده ستارت زيرو زائد الويتس، بعد كده خلاص. تمام. بقى احنا قلنا المسافه الافقيه زي ما هي. تمام. فهيمشي المسافه دي. طب بعد كده فاضل بقى ايه اللي هو النقطه ديت، النقطه ديت هوصلها ازاي على ارتفاع قد ايه؟ ما ارتفاع النقطه ديت هي نفس ارتفاع النقطه ديت، ارتفاع النقطه بتاعه المستطيل بتاع الكلام هو نفس ارتفاع النقطه ماشي بتاع المستطيل بتاع الوش ماشي، يعني نهايه المستطيل بتاع الكلام إيه النقطه بتاعته على نفس ارتفاع بدايه المستطيل بتاع الوش. تمام. فانا عارف ان هي الامور صعبه شويه، بس لما انت تيجي تشوف الكود وتجرب مع نفسك ان شاء الله هتفهم. فهو الفكره ان هو ايه المستطيل بتاع الوش ده، اول حاجه النقطه بتاعته احنا خدنا لما تديله المعطيات في الفانكشن هتديك المعطيات بتاع النقطه فوق على الشمال بتاع الريكوجنايز فيس، فيس ديتكشن يعني المستطيل اللي بيحدد الفيس، فانا مش عايز ديت، انا عايز المستطيل اللي هكتب فيه الكلام. فالمستطيل اللي هكتب فيه الكلام المفروض ان هو على نفس البعد الافقي بتاع المستطيل بتاع الفيس ماشي، ويعني ايه ويعني واعلى منه شويه بالارتفاع بتاع المستطيل، فالمفروض ان انا عايز اوصل للنقطه ديت، فالنقطه ديت على نفس البعد الافقي بتاع النقطه ديت. تمام. والنقطه ديت فوق النقطه ديت بالمسافه اللي هو الارتفاع بتاع المستطيل ده، مستطيل الكلام. فبالتالي تمام. طيب بعد كده احنا مين عايزين بقى نحط الاسم، بقى عايزين نحط الاسم على الصوره، فاحنا هنبقى نفس الكلام برضك، الايمج هنديله الايمج والنيم، وبعد كده النقطة اللي هيبدأ منها الكلام منين؟ المعيارية بتاعتنا أو نقطة البداية بتاعتنا النقطة ديت. تمام؟ فأنت عايزها على نفس البعد الأفقي بتاع ديت، يعني على نفس المسافة ديت. أه تمام. وبعد كده عايزها يعني إيه فوقها شوية، مش عايزها هنا تبدأ من هنا من عند النقطة ديت، لأ هتبقى لازقة يعني في أرضية المستطيل ديت، أرضية المستطيل بتاع الكلام، مش عايزها تبقى لازقة كده، أنا عايزها في النص كده تقريبا. فهيبقى إيه؟ هنخليها مثلا تطلع فوق بمقدار 10. فيبقى ستارت واحد اللي هو النقطة ديت اللي هو ارتفاع العمودي ده. تمام. ونقص منه 10 فيقف هنا. تمام. فهتديك الكلام ده. تمام. وبعد كده نفس الكلام بقى بتاعنا كل مرة. تمام. طيب بعد كده طبعا ايه لما انت تيجي كده يعني يعتبر البرنامج خلص خلاص، الفكرة كلها في البرنامج اللي هو الحتة ديت الجزء ده، ان انت ازاي تجيب ان انت تخلي فانكشن ترجع لك نقطة البداية بتاعت الفيس ديتكشن. تمام. وبعد كده من النقطه ديت تقدر انت تستخدمها عشان تقدر تجيب مين اللي تكتب فوق الفيس ديتكشن ده المستطيل الثاني ده والكلام. تمام. تستخدمهم الاثنين بس. فانا عارف ان البرنامج ممكن يكون صعب بالنسبه لكم شويه، بس يعني ايه هو عادي والله بسيط خالص، بس ايه هو الفكره بس ان انت تعرف تتلعب بالنقط، يعني النقطه عندك وتعرف تتلعب بها بحيث انت تنتج نقط ثانيه تستخدمها. تمام. فهو ده بس نهايه الفيديو، و
ويا رب يكون استفدتوا بالفيديو عجبكم، ويا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.